ويا جماعه يلا بينا نشوف الشيف الكوره يعمل ايه المره دي. هو طالع بيقلب كل حاجه اليومين دولت، فيا ترى هيقلب في الشوكولاته؟ الله اعلم، ادينا هنشوف. اما قطع شويه شوكولاته ومسيحهم وحطيتهم في قالب على شكل دونات، ونزل بشويه دي على شويه لبن وشويه بيض، واول ما الشوكولاته جمدت معاه نزل فيها على الخليط اللي هو عمله على شويه ايه ده قليها. انا كنت متوقع ان هو يقليها. فيلا بينا نشوف المكونات اللي هو عاملها ازاي. ويلا بينا. بص يا معلم، اول حاجه نقوم نازلين السوبر ماركت جايب لنا شوكولاته خام باي طعم انت تحبه، مش هتفرق النوع. قال لهم قطعنا قطع صغيره عشان تبقى سهله معانا ان هي تدوب. انت ممكن تعمل لنا حمام ميه او ممكن تدوبها في الميكرويف من دقيقه لدقيقه ونص. واول ما الشوكولاته تدوب معانا هنقوم جايبين اي قالب عندنا في البيت، مش مهم شكل الدونت، انا قعدت الف اسبوع عشان الاقي الشكل ده. هنقوم دهننا بشويه زيت ونازلين بالشوكولاته بتاعتنا ومدينهم خبطتين ثلاثه وحاطينهم في الفريزر 10 دقايق لحد ما تجمد معانا. اي بوله عندنا نقوم عاملين الخليط اللي هو عمله، عباره عن نص كوبايه دي وربع كوبايه سكر ونص معلقه بيكنج باودر وعليهم بيضه ورشه فانيليا وربع كوبايه لبن، وهنقوم مكسين كل حاجه مع بعض لحد ما القوام يتقل معانا. وبس كده احنا خلصنا. هنقوم شايلين البوله دي على جنب وجايبين بوله ثانيه وجايبين اي بقسماط عندنا بيقرمش. واول ما الشوكولاته اتجمد معانا انا حاولت نص ساعه لحد ما الحمد لله ظبطت معايا وعرفت اطلعها. هنقوم غطسينها في الخليط اللي احنا عملناه بعدين في البقسماط، بس انا عايزك تكرر الموضوع ده مرتين عشان تتاكد ان البقسماط وصل لكل حد. وفي اي طاسه عندنا على النار او اي كسرول هنقوم نازلين بشويه زيت وهنحط الدوناتس بتاعتنا تقريبا 5 دقايق. وبس كده احنا خلصنا. نعرف ان شكلها مش عاطفي، بس ادينا حاولنا والتجربه نجحت معانا. ممكن المره الجايه نعملها بشكل احسن. وبس كده احنا خلصنا. وما تنساش تعمل لي منشن في اي وصفه تانية اعملها، اي شيء سواء مغربي او كوري. وبس كده ولا على